في ثورة يونيو الحقيقة الثورة دي لأنها كانت ثورة شعب، إحنا شفنا كل الأطياف شاركت زي ما قلت في البداية يعني في الثورة، ما كنتش تقدر على مدد الشوف تميز مين عن مين، الكل مصري أيا كان بقى هو مين ولا إيه، لكن كمان الفنانين والمثقفين تحديدا هي كان ليهم دور بارز جدا في هذا الحراك الشعبي، وإحنا فاكرين قوي اعتصام المثقفين والفنانين في وزارة الثقافة اللي كان موجود هنا بالقرب من الزمالك، وكانت الناس الحقيقة يعني كان هو المنبر الليلي، يعني الناس كانت حتى بتعدي عليهم وبتتابع وبتشوف، وكانوا بيعملوا زي شفتات كده بينهم وبين بعض وبيحاولوا ان هم يوصلوا صوتهم للشارع المصري علشان الناس تنضم، ما كانش حد متخيل انه يعني الفتيل هيبدا من هنا، والناس كانت واعيه جدا وكانت يعني مركزه مع كل حد بينادي باسم مصر. معانا على التليفون الفنان طبعا المبدع دايما الفنان حسين فهمي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير وكل سنه واحنا امينين وطيبين. كل سنه واحنا دايما بخير ومصر دايما بخير باذن الله. يعني رجعني كده، انا فاكره صورك ومشاهدك وفاكره قد ايه الفنانين كان ليهم دور كبير جدا في خاصه وقت الاعتصام اللي كان موجود في وزاره الثقافه. لا ما فيش شك ان احنا كنا كمصريين جميعا شايفين ان بلدنا متجهه الى طريق مظلم والى المجهول، ودي بدات في الحقيقه قبل 25 يناير لما كنا بنشوف جماعات في الجامعه بترهب الجميع واستعراضات قوه واستعراضات عنف ابتدت تظهر، ما كانتش مصر، ما كناش شايفين ان ده مجتمعنا ولا دي جامعاتنا ولا دول الطلبه بتوعنا ولا الاساتذه الكبار اللي علمونا كبار الكتاب والمؤلفين والعظماء، ما كانتش دي مصر، كنا بنشعرين ان في شيء سوف يحدث، ما كناش متخيلين كمان ان هيحصل بهذا العنف وهذا الجبروت وجماعه استولت على الحكم. وكنت دايما انا بقول يعني في مجالات كثيره ان لا يمكن ان الجماعه تحكم المجموع. الشعب المصري كان رافض كل الافكار اللي طرحت طبعا على مدى السنه بحالها، يعني من 25 يناير ثم جاء حكم الاخوان وكلنا عارفين ايه اللي حصل في الفتره دي والضغوط الاجنبيه والضغوط الخارجيه اللي ضغطت على المجلس العسكري بعد تنحي الرئيس مبارك. ما كانتش مصر طبعا ما كانتش مصر. بس وانت حضرتك كل يوم احداث جديده، كل يوم بتشوف في التلفزيون مش ممكن ده مصر، انا قاعد بتفرج كاني بتفرج على بلد ثانيه. مش ده مجتمعنا ولا دي بلدنا ولا ده اللي احنا عايزينه. وابتدى الانهيار يحصل يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم لغايه لما الشعب نفسه ابتدى ينتقد، وابتدينا نرفض كل ما يحدث ده اكيد، وابتدينا نحرك حركه التمرد اللي ابتدت وانا كنت مشارك فيها بشكل قوي جدا، ودي من ضمن الحاجات اللي كانت مشرفه في تاريخنا، لان انا في ايام ثوره 19 عندما لجأ سعد زغلول الى الشعب المصري وطلب منه التوكيل، طلب منه تفويض عشان يجابه بيه الانجليز، لما الانجليز قالوا له انت بتتكلم باسم مين؟ فقال لهم انا بتكلم باسم الشعب المصري، قال له فين التفويض؟ جاء التفويض من الناس كانت بتقسم وناس كانت ما هو ده استاذ حسين الكلام اللي حضرتك بتقوله ده انا بتفق معاك، هو شعب واعي يعني ابا عن جد، الشعب ده عارف انه فاهم في السياسه وعارف انه لا ممكن يفوض وعارف انه محتاج قائد دايما. الشعب المصري طبعاً. انا لسه شايفه صورتك على الشاشه دلوقتي معانا في الاعتصام بتاع وزاره الثقافه وطبعا مجموعه الفنانين اللي موجوده، وشايفه قد ايه يعني المشهد مر عليه 8 سنين بس اعتقد انه لسه اللحظه موجوده عندك يعني. بالظبط. وبعدين عايز اقول لحضرتك يعني حركه التمرد دي احنا قررنا جميعا كمصريين كل الناس اللي مضوا على حركه التمرد ان احنا يوم 30 يونيو الساعه 5 هننزل نغير النظام. فانا لما كنت اتجهت لامريكا بعد كده ورحت الكونجرس وعملنا هيرنجز واتكلمت معاهم، في الدنيا حاجه اسمها انقلاب عسكري، يعني الانقلاب العسكري ده ليه مواصفات، يعني لما نمسك الدكشنري ونطلع منه يعني ايه انقلاب عسكري نجد انه لا ينطبق. دي ثوره صح. دي ثوره الشعب المصري خرج في انقلاب يقول انا خارج الساعه 5 غير النظام.
ايوه، انا نازل الساعه 5 بس غير النظام وارجع. ما وقد ينفعش كان اسكت. على فكره، وقد كان يعني. ويوميها بقى هكمل بس لحضرتك نقطه مهمه. اتفضل يوميها اتفضل. سي ان ان واقفه قدام وزاره الثقافه بيسالوني، مظبوط، بيقولوا لي ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ يعني ايه تعملوا ثوره؟ قلت له احنا دلوقتي ماضيين عقد مع رئيس، هذا الرئيس اخل بالاتفاق، صحيح، من حقي ان انا انزل اصور على ان هو اخل بالعقد اللي بيني وبينه. فقال لي لا، هو عنده مده 4 سنين حكم. قلت له ده مش عندنا، احنا بننزل نقول لا مش موافقين على اللي بيحصل، احنا رافضين اللي صحيح. بيحصل. فدي ثوره، دي ثوره شعب. الجيش بعد كده سند الشعب، ده مش انقلاب عسكري. يعني لا دي من طبعا ضمن الحاجات طبعا، لان تاريخ الفتره دي لما يتكتب مليء مليء، يوميا كان في احداث بتحصل، ده ويوميا حقيقة. كان في وهو سرعه الشعب، في هو الاحداث الشعب، بشكل عجيب. مش هو الشعب برضو نادى على الجيش؟ احنا كلنا كنا واقفين وعارفين، وكنا احنا، لانه الجيش ده بتاعنا، ما هو الجيش ده اولادنا طبعا واهلنا وناسنا، يعني كان لازم يكون هو الجيش الحامي. امال يعني هنجيب جيش تاني وبعدين يتولى؟ من حقنا كمصريين نطلب طبعا من الجيش بتاعنا طبعا، انه يتدخل عشان يحمينا. يعني ده دي حقوق، ده من حقي، صحيح ده شعبي، ده جيشي. صحيح والنهارده في دول تانيه للاسف الشديد بتنهار، الشعوب بتطالب الجيوش بتاعتها انها تتدخل وتتولى الحكم، واحنا الحقيقة. شايفين حوالينا دول في العالم العربي بتنهار. صحيح الناس بتطلع في التلفزيون ايوه، تقول لانه هي وين ما الجيش؟ عندهاش جيش يعني وطني بتاعها. فين الجيش؟ ما هو ده اللي هيحميني في النهايه. ده حقيقة. فنان حسين فهمي دايما سائر، وكل سنة وانت طيب، وكل سنة والفنانين المصريين دايما سند لمصر.